أبرز الفعاليات والأنشطة المحلية التي شهدتها المحافظات في هذه الجولة. اعتصم عدد من الأطباء العاطلين عن العمل صباح اليوم أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على آلية التعيين في ديوان الخدمة المدنية، وطالب المشاركون في الاعتصام بإعادة قانون التعيين في الخدمة المدنية إلى ما كان عليه قبل التعديل عام 2012. معالي وزير الصحة صرح أن هناك نقص في الأطباء وأنه احتمال نلجأ إلى استخدام أطباء من خارج الأردن. نحن نقول أنه هناك في عنا أكثر من 1500 طبيب في الأردن عاطلين عن العمل لم يعينوا، منهم خريجين 2010 و11 و12 الى 2016. قانون ديوان الخدمه ينص تغير بال 2012 من منافسه حسب المملكه الى منافسه حسب المحافظات، هذا ادى الى تكدس الاطباء في عمان. اطباء عمان خريجين 2011 لم يتم تعيينهم، وفي محافظات اخرى خريجين 2015 تم تعيينهم. اختتم مركز هوية للتنمية البشرية في العاصمة عمان الأعمال التدريبية لمشروع الشباب والسلم والأمن، وشارك في الدورة التدريبية 24 شابا وشابة من مختلف محافظات المملكة بإشراف عدد من الخبراء، وتبادل المشاركون الخبرات والمعلومات الخاصة بالأمن الإنساني وأشكال الحماية والتمكين. في نهاية الجلسة بس اللي احنا بدنا، هذه المرة سعينا أن يكون لدينا بصمة في مجال الشباب، مشروع الشباب السلم والأمن، وهو بتمويل ودعم من مبادرة الشراكة الأمريكية ميبي. حاولنا أن ننفذ ونستقطب 24 مشارك ومشاركة من مختلف المحافظات، وتلقوا تدريب على مدى يومين متتاليين على عدد من المهارات. هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تمكين الشباب في مختلف محافظات المملكة للتعامل مع قرار مجلس الأمن 2250 المتعلق بالسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى تبني المبادرات المتعلقة بالشباب والسلام والأمن. استفدنا كثير من التدريب، تعرفنا على إشي ممكن كثير يفيدنا كشباب فاعل، شباب أردني فاعل. التدريب كان على مدى يومين، تعرفنا فيه على تفاصيل هذا القرار، شو اللي رح نعمله فيما بعد، ورح يكون جلسات حوارية رح تكون في محافظاتنا. أطلقت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة اليوم حملة خيرية تحت شعار كسوة الشتاء بالتعاون مع مركز شباب الطفيلة النموذجي، وذلك ضمن حملاتها الخيرية التي تنظمها على مدار العام. واشتملت الحملة على إقامة معرض للألبسة يستمر 3 أيام في قاعة مركز الشباب، احتوى على آلاف القطع من الألبسة لمختلف الأعمار تقدم للأسر العفيفة في المحافظة. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من مجموع نشاطات قامت بها اللجنة، منها توزيع المؤن، توزيع صوبات وكاز وأحرمة في مناطق أخرى. اليوم الفعالية مثل ما تشاهدوا اليوم هي توزيع ملابس على الأسر المعوزة، يعني أسر الملابس، بس هذه ملابس نظيفة وجميلة ومرتبة ومعروضة بطريقة أنيقة، يعني قامت بها أبناء وأعضاء لجنة زكاة الطفيلة. كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة منفتحة لسماع أي ملاحظات وجيهة بخصوص نظام تقسيم الدوائر لقانون لا مركزية حتى 10 من كانون 2 المقبل. وحث الوزير في كلمة له في ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية في الأردن الأحزاب على توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون لا مركزية وأهميته باعتباره أحد قوانين الإصلاح السياسي، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة في مجمل للانتخابات اللامركزية وهي انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات. من المهم مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، حيث وهي أسهل أيضا لأنه الانتخابات سوف تكون محصورة في مناطق محددة، وإمكانية المساهمة فيها كأحزاب سياسية سوف يكون أسهل. نتأمل لهذه الأحزاب المشاركة بشكل فعال في المجالس المحلية، في انتخابات المجالس ومجالس المحافظات.